ازيكم يا جماعة؟ أنا اسمي محمد أبو النجا، نجاتي، والنهاردة طالع أتكلم معاكم على أساسيات ريادة الأعمال. عايز أتأكد بس إن الصوت كويس، ممكن لو حد دخل بس في اللايف يقول لنا إن الصوت كويس. أنا الفكرة بصراحة جت بالصدفة، أنا كنت قاعد في يوم كده بالليل، فقلت يا جماعة بما إننا قاعدين وشكل الطلبة هيبقى عندهم فترة قاعدين في البيت، يعني ما بيعملوش حاجة وكده، أو بي يعني هوم ليرنينج زي ما بيقولوا، فقلنا قلت طب نحاول نستفيد بالوقت ده بإننا نديهم حاجات كده بسيطة زي كبسولات صغيرة عن ريادة الأعمال بشكل عام. شكرا يا جماعة، خلاص هنطلق بقى. ف أنا ببساطة شديدة يعني هي الفكرة جت منين؟ موضوع الكورونا والكلام ده كله إن شاء الله يعدي، ربنا يعدي على خير إن شاء الله، بإذن الله يعدي. هيبقى بس يمكن في فترة إن الطلبة قاعدين في البيت مبدئيا 31 مارس، فعايزين نبتدي نتكلم على أساسيات ريادة الأعمال. فخلينا نبدأ كده في الأول خالص ب ايه الحاجات اللي انا كان نفسي اتعلمها قبل ما وانا في الجامعه، قبل ما ابتدي اشتغل او كده. انا الاول اسمي محمد ابو النجا، كنت طالب في هندسه جامعه امريكيه، قسم الكترونيات، هندسه الكترونيه. و بعد كده ابتديت اشتغلت فتره في التسويق العقاري، وانا في الجامعه كنت بشتغل في كذا حاجه زي توشيبا، عملت تريننج في توشيبا العربي، كنت في قسم الصيانه والشكاوي في شبرا، اشتغلت في مطعم، وقفت على باب مطعم اسمه سكويا يعني وقتها، هو دلوقتي اتغير بقى اسمه بايوتا، كنت باخد جزء من الايراد قصاد ان انا اجيب حجوزات وكده، وكنت بشتغل في السبونسرز اجيب لهم رعاه وكده قصاد نسبه. كنت برضو اشتغلت شوية في بعض المطاعم الأخرى، مطعم اسمه The Place وحاجات كده، كنت بحاول أزود بيها دخلي في وقت الجامعة. وبعدين لما اتخرجت اشتغلت في التسويق العقاري في شركة كان وقتها يعني اسمها مبادلة، وبعدين بعد كده تعرفت على الناس بتوع فوري فانضميت لفوري. كنت في الأول خدت بقى السلم الوظيفي Account Manager، بعدين Junior Manager، بعدين Business Development Manager، بعدين مسكت البيزنس ديفلوبمنت وجزء صغير عندهم اسمه البي تو بي دلوقتي كبر. وبعدين بعد كده عملنا صندوق صغير اسمه ان او جي انفستمنتس، ابتدينا ان احنا نشتري مطاعم صغيره ونكبرها، وعملت منه تخارج بعد كده. ده كان امبارل مع فوري، يعني كنت الصبح في فوري وبالليل في المطاعم والحاجات دي. وبعد كده تعرفت على مدثر عن طريق هدير شلبي، مدثر هو الكو فاوندر اند سي او بتاع كريم، اشتغلت في كريم، كنت البيزنس ديفلوبمنت دايركتور بتاع مصر، وبعدين كوميرشال اند جوفرمنت ريليشنز مصر، وبعدين كنت ريجنال دايركتور على المنطقه يعني. وبعد كده تعرفت على منير نخله عن طريق احمد محسن اللي هو كان بيدرسني بيساعدني في الدراسه في الجامعه يعني. واحمد كنت انا وهو عملنا قبل كده شركه، والشركه يعني فشلت، فكنا عايزين نعمل حاجه مع بعض، فتعرفت منه عن طريق احمد على منير نخله اللي هو دلوقتي سي او كو فاوندر بتاع حالا. وبعدين انا وهو واحمد ابتدينا نطور الفكره بتاعت حالا لغايه ما بقى الحمد لله ليها وضعها، وبنحاول طبعا دلوقتي بنعاني اليومين دول بس ربنا يعديها على خير. وانا في مجلس الاداره بتاع شركه اسمها روبوستا، ده سوفت وير هاوس واستوديو بيطلع عمل اي كوميرس بتاع شركات كتير جدا، وبرضو على البورد بتاع كوينز اللي هي كانت شوبكس بتاعت برامج الولاء واللويالتي في مصر والسعوديه ودبي، بيفتحوا دلوقتي سوق امريكا تحت قياده حسين ممتاز هو السي او، وشريك في حاجه اسمها كاش كاوز اللي هي فيكل بتساعد الشركات الناشئه يعني. فانا بشكر رايز اب وبشكر كاش كاوز على ان هم ساعدوني للفكره، وبشكر عبد الحميد شراره والتيم بتاع رايز اب حبيبه وشريف وعلي على ان احنا بقى لهم 3 ايام بيساعدوني في الكونتنت عشان نقدر نبني حاجه كويسه. وانا انا الكورس كله اكيد مش هيبقى انا يعني، لان انا جزء صغير جدا من المنظومه،
فانا هدي اول حلقة اللي هي الانترودكشن وعملنا كده ليه وكده، وبعد كده هيبقى في اظن 15 او 16 رائد اعمال هم اللي هيخشوا بعد كده يتكلموا، هيبقى في ايام محدده هتتحدد على رايز اب الاجنده. مش عايز احرق الاجنده، بس الاجنده قويه جدا، فيها كل اللي انت محتاجه عشان تبدا شركه، كل اللي انت محتاجه عشان تقدر تفكر انت اصلا عايز تبدا شركه ولا عايز تشتغل، وفيها كمان التفاصيل يعني البرايسنج، التسعير، الجروث، النمو، ازاي تريس فلوس، ازاي تلم فلوس، امتى تحرق، امتى ما في تفاصيل كتير جدا. وطبعا ناس اساتذتي واشطر مني هيتكلموا في الموضوع ده بالتفصيل، كل واحد هيتكلم في اللي هو بيعرف يتكلم فيه. فانا خلينا ابدا بسؤال انا بالنسبه لي مهم جدا، وهو ازاي تعرف انت تبتدي شركة، وازاي تعرف امتى تشتغل ايه. فخليني ابدأ كده الاول خالص. انا عملت غلطة كبيرة جدا وانا في الجامعة، وهي ان انا كنت مستعجل جدا، وانا في المدرسة برضو كنت مستعجل جدا، ودي حاجة ما انصحش ان حد يعملها. يعني وانا في اواخر سنتين مدرسة كان كل فكري شغل، كنت بحاول اجيب حاجات وابيعها، احاول اجيب حاجات اللي هي زي بتاعه كنت بتمرن وقتها جامد قوي في الجيم، اجيب حاجات الجيم الاماينو والحاجات دي وابيعها، اتاجر في التليفونات، اسمسر في العقارات. الموضوع ده فادني بنسبه كبيره ان هو علمني ازاي اعرف اعمل فلوس بالبلدي، بس هو خد كتير قوي من التعليم بتاعي. يعني انا كنت اشطر كتير قوي قبلها، لما ابتديت اعمل كده ما بقتش بالكفاءه اللي انا كنت فيها قبلها. فانا نصيحتي للطلبة ان هم يركزوا في التعليم بتاعهم ويشتغلوا بس في الصيف وفي الاجازات، لان الشغل وانت صغير، يعني انا كنت بشتغل من وانا في المدرسة، بياخد كتير قوي من الوقت اللي انت المفروض تعلم فيه، وبياخد من الوقت اللي انت المفروض تستمتع فيه بالفترات دي. يعني انا اصحابي كانوا بيسافروا ويخرجوا كده، وانا كنت شقيان من وانا صغير، فدي مش لطيفة قوي، ودي بتخليك حاسس دايما ان في حاجه فاتتك، وحاسس دايما ان في حاجه كان ممكن تعملها. طبعا ده للي يقدر ماليا ان هو ما يعملش دي، لكن اللي لازم يشتغل خلاص. نيجي بعد كده للجامعه، برضو كنت بشتغل من هنا في الجامعه بقوه، وكنت في وقت الشخص اللي ناس كتير جدا من الجامعيين او اللي معايا في الجامعه يعني بيرجعوا له عشان يشتروا حاجات ويعملوا حاجات والسمسره والكلام ده كله. فأنا بصراحة يعني بشوف إن دي كانت أفيد شوية. أنا لما دخلت الجامعة وابتديت أشتغل أحسن شوية، لأن الجامعة بالنسبة لنا كان المذاكرة فيها أقل شوية من المدرسة، وكان فيها وقت أكتر، وكان سني أكبر، فبقدر يبقى عندي مرونة في الوقت وكده، ممكن أتأخر حاجات زي كده. فده أنصح إن الناس تبتدي تشتغل أو تبتدي تشتغل جنب الدراسة بداية من تاني او تالت سنة جامعة، لكن قبل كده الموضوع كان بالنسبة لنا مرهق جدا، هو اثر جدا عليا كشخص، وحسيت ان انا فاتني حاجات وكده. فده بالنسبة لاول سؤال. تاني سؤال، ايه الحاجات اللي انا كنت احب اتعلمها قبل ما ابدأ اشتغل؟ في والله انا بشوف ان في كورسز في الجامعة او في المدرسة انا فعلا لغاية دلوقتي ما استفدتش بيها بأي حاجة، ولكن انا متحيز جدا للمهندسين، وبشوف ان الهندسة حاجة عظيمة، وطريقة فكرة هايلة بتخليك تفكر بمربعات وستراكشر، والمخ الهندسي بحترمه جدا، ولكن مش بقلل من اي حاجة تانية. فانا لو هرجع بيا لحال تاني كنت هخش هندسة برضو، برغم ان انا ما اشتغلتش في كور الفيلد، ولكن الفكر الهندسي فادني ونفعني جدا وحسني جدا في الارقام. لو انا كنت احب اتعلم حاجات، كنت احب اتعلم كود، يعني كنت احب اتعلم سوفت وير اكتر من دلوقتي كتير. يعني انا بعرف اكود بنسبه صغيره، بفهم البيزكس، بس انا ما تعمقتش في الكودنج قوي وانا في الجامعه، وده ندمت عليه بعد كده. فانا بنصح الطلبه كلهم ان هم يركزوا ان هم يتعلموا لانجويجز الجديده، والكودنج وضع على طول بيتطور، عشان كل حاجه دلوقتي بقى البيزكس بتاعتها هي الكودينج والحاجات دي.
الحاجة التانية برضو اللي أنا بأناشد الناس إنها تتعلمها هي البيبل سكيلز، لأن أنا كنت انتروفيرت، أنا كنت قافل على نفسي جدا وأنا صغير، ما بحبش أتعامل مع الناس. وفي فترة المدرسة حتى كنت شخصية يعني خلينا أقول مغمورة أو ما مش محبوبة أو كده، لأن أنا كنت شخصية بتكسف جدا، خجولة جدا. اتدربت على إن أنا أكسر دي، اتدربت على ان انا اتعامل مع الناس، اتدربت على ان انا اتكلم. كنت بقى بطني بتقلب لما اتكلم مع حد وكده، وبتحس ان انا قلقان وكده. طبعا دي كلها الحمد لله اتكسرت فيا لما ابتديت اشتغل. ولما بتشتغل مع الجامعة ابتدت تتحسن. فلما تتعلم على تتمرن على البيبل سكيلز، لان الشغل عبارة عن او شغلانتي انا عبارة عن بني ادمين كتير قوي. فلو انت مش عارف تتعامل مع الناس هيبقى في مصيبة، يعني هتبقى مشكلة كبيرة جدا. الحاجة كمان اللي مهمة جدا هي الأرقام والماث والإكسل، لأن في الأول وفي الآخر everything breaks down to numbers، يعني الأرقام ما بتكذبش. يعني على الكود خالد بشارة كان يقولك أنت لو رايح اسكندرية مثلا ولقيت نفسك في الكيلو 100، وبعدين الكيلو فاضل 80، فاضل 70، فاضل 60، يبقى انت رايح صح. لو لقيت 120، فاضل 120، فاضل 140، يبقى انت ماشي غلط. ف if you follow the numbers دايما، او لو مشيت ورا الارقام، هتلاقي ان دايما الامور بتبقى كويس. فمهم قوي انك تشتغل على حتة الارقام، مهم جدا جدا انك تفهمها. حاجة كمان هي اللغة. دلوقتي العالم بقى مفتوح جدا بالتكنولوجي، فاللغة مهمة قوي، مهمة قوي ان انت تبقى عارف تتكلم انجليزي. لو بتعرف تتكلم فرنساوي يبقى احسن، لو بتعرف تتكلم الماني يبقى احسن. في عائلات دلوقتي بتعلم ولادها الصيني ماندرين، دي حاجة عظيمة. انا حاولت اخش فيه شوية لقيته صعب جدا، ما عرفتش حاجة في سني ده، بس لو انت اصغر شوية يبقى احسن. اللغات بتقوي وبترفع سعرك في السوق، وبتخليك تتعامل مع ناس، وبتشيل باريرز عظيمة جدا جدا اللغات. حاجة كمان مهمة هي ازاي يبقى مظهرك كويس، ازاي يبقى بتلبس كويس، ازاي يبقى شكلك كويس. لان انت لو بياع زي حالاتي، انا بلبس لبس غريب زي ما انتم شايفين كده، بس لما بروح اجتماع كويس ببقى لابس له اللبس الصح. فانا بتكلم في بيزكس مش موجودة قوي في الكتب، مش موجودة قوي في المناهج. حاجة كمان مهمة جدا هي الصدق. يعني انا كنت في اجتماع يوم الاربعاء اللي قبل اللي فات في احدى البنوك مع فريق حالا، وكنت واضح جدا مع الراجل، لدرجه ان احنا خارجين الراجل زميلي يعني بيقول لي انا جاتي ما تقولوش دي، يعني ليه بتقول له دي؟ طب بوظ البيع. قلت له لا، الصدق منجي، والصدق هو اللي بيعمل البيع. انا لما الاقي حد بيجي يقول لي ازازه المايه دي مشكلتها انها لو شربتها مره واحده هترميها تاني مثلا، هصدق، هحس انه صادق. لكن لو قال لي دي مثلا ممكن تشربها، تقعد تشرب فيها 3 سنين، طب ما انا هشتريها وبعدين هعرف انه كذاب، فالمره الجايه مش هاخد منه. فالصدق مهم جدا 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 جدا. فدي حاجه مهمه جدا انك تتعلم الصدق وتتعلم المصداقيه وتبني الكريديبيليتي بتاعك، ان انت لما تكلم حد تقول له كذا تبقى انت صادق في اللي انت بتقوله. حاجه كمان مهمه قوي هي اختيار الناس اللي انت هتشتغل معاهم او هتنضم ليهم، لان انت لما تشتغل في شركه بتشتغل مع بني ادمين. دي كلها دي 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 كلها حاجات لازم نتعلمها ونفهمها، ان انت بتشتغل مع بني ادمين، ما بتشتغلش في شركه، بتشتغل مع مديرك، بتشتغل مع صاحبك، بتشتغل مع زميلك، زميلتك، بتشتغل مع المحاسب بتاعك. فدي حاجه مهمه جدا 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 ان انت تتعلم تختار البني ادمين صح، اختيار البني ادمين صح، وتفهم انه مش معنى انه بايخ يبقى مش هشتغل معاه، لا، ممكن يبقى بايخ بس امين تشتغل معاه، ممكن يبقى مسخره بس حرامي ما تشتغلش معاه، تقعد معاه على القهوه بس تسافر معاه بس ما تشتغلش معاه. دي مهمه قوي. حاجه كمان مهمه قوي، عشان ميه بس معلش. حاجه كمان مهمه قوي انا بشوفها يعني من اساسيات الشغل في مصر، هي انك تعرف تتعامل مع الحكومه. لان تتعلم تتعامل مع الحكومه، يعني انا مثلا وانا في الجامعه والدي كان حتى لو يعرف حد في مرور او في اسم او كده يقول لي روح خلص ورقك. طبعا كان بتضايقني جدا، ازاي ايه روح خلص ورقك؟ دي من اهم الحاجات انك تعرف تتعامل مع الحكومه، لان انت مش هتعرف تشتغل وانت ما بتعرفش تتعامل مع كيانات حكوميه، شخصيات حكوميه، جهات حكوميه مهمه جدا جدا، وتفهم الورق وتعرف تقرا الورق كويس قوي، لان الورق بيحبس وبيطلع من الحبس وبيشيل قرارات وبيحط قرارات. فالورق لازم تبقى فاهمه كويس جدا جدا. والاساسيات
بتاعه الورق، ومن اساسيات الورق انك لازم تبقى فاهم ليجل، لازم تبقى فاهم الفرق بين الشركات، الشركه المساهمه دي عباره عن ايه، المسؤوليه المحدوده دي عباره عن ايه، لو هتعمل شركه اوف شور او بره تعمل في بلد ايه، وتعملها امتى وامتى ما تعملهاش. طبعا دي حاجات هتيجي ادفانس، مش هتيجي في الجامعه، عشان بس ما حدش يظن ان انا بتقل على الناس، بس دلوقتي بقى في كل حاجه اونلاين، تقدر تقرا وتعرف كل حاجه. في حاجه كمان مهمه قوي ان انت تبقى ملم بيها وانت في فتره الجامعه، ومش هيبقى عندك اللكجري انك تتعلمها بعد كده، هي ان انت تبقى انت مهتم بصحتك وبجسمك، لان في الاخر لو انت نعتبر ان انت مسافر، انت العربيه اللي مسافره، يعني انت لازم تعمل لها صيانه، لازم تغير زيت، فلو تعرف تتمرن، تعرف تصحى، تاخد تمرين الصبح حلوه، تهتم باكلك، لان كل شويه الموضوع ده بيبقى اصعب. وانا من واحد يعني عندي بعض الامراض المزمنه، الموضوع متعب جدا، لكن لو انت صغير اهتميت بنفسك بيبقى كويس قوي، بيساعدك في الشغل، بيساعدك تشتغل عدد ساعات اكتر. حاجه كمان هي السفر. ليه؟ السفر بيخليك تشوف حاجات مختلفة، لو تقدر طبعا ماليا، يعني بيخليك تقدر تشوف حاجات مختلفة، بيخليك تقدر تفهم ترندز جديدة، تقدر يعني فوري مبني على برودكت اسمه براديسكو في البرازيل، حالا مبنية على جوجاك في اندونيسيا، كريم مبنية على اوبر اللي بدأ من امريكا، نيمت بقى، يعني كل هتلاقي كله عبارة عن شركات بره اتمصرت، فده بيفتح الأفق وبيفتح الفكر وبيفتح المعلومات وبيفتح كل حاجة. ما في حاجات تانية كتير بس أنا مش عايز أطيل عليكم في الوقت. يعني الجزء التاني هو تشتغل في كوربريت ولا تشتغل في ستارت اب ولا تشتغل في ايه. أنا صادفني الحظ إن أنا ما اشتغلتش في كوربريتس كبار، ولكن عشان اكون صادق انا حاولت اشتغل في كوربريتس كبار وفشلت، حاولت اشتغل في بي ان جي ما رضيوش ياخدوني، حاولت اشتغل في فودافون ما رضيوش ياخدوني، ده اللي انا فاكره يعني. وهم كانوا شايفين ان انا يعني الانترفيوز اللي كنت بعملها كنت بقعد قدام ناس انا مش عارفهم بيسالوا الاسئله دي ليه، يعني شايف نفسك فين كمان 10 سنين، فلما ارد اقول ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش، يعني انا هعرف منين؟ يعني مش معنى ان انا قلت انا شايف نفسي فين كمان 10 سنين يبقى انا ذكي، لا انا كذاب. يعني صعبة. انا ما بعرفش افكر كده. فدي كانت من طريقتي دي في الانترفيوز، ما كانتش بتجيب مع الناس، فبصراحة ما كنتش بعدي في الانترفيوز، فانا ما عرفتش اشتغل في كوربريت كبيرة بصراحة يعني. ولكن انصح انك تشتغل في شركة كبيرة، تعرف يعني ايه حسابات، تعرف يعني ايه اتش ار، تعرف يعني ايه ليجل، تعرف الادارات بتكلم بعض ازاي، تفهم اوفيس بوليتكس، تفهم الكلام ده كله قبل ما تحاول تنشئ شركتك، او حتى قبل ما تشتغل في ستارت اب. لما بتشتغل في ستارت اب مفيش الكلام ده، احنا في حاله لما بدانا كنا 4 5 بني ادمين، مفيش الكلام ده يعني، كنا شقه بتشتغل بتعمل كودنج وديفلوبمنت، وشقه قصادها الناحيه التانيه بتبيع، وشقه تانيه في منطقه تانيه، احنا في الزمالك وهم في المهندسين، هي اللي بتصرف وبتعمل الفاينانس والاتش ار. طبعا الكلام ده صعب لان ما بقاش فيه شكل، فلو دخلت على ستارت اب على طول تشتغل فيها مش هتفهم الكلام ده، يعني ان الكلام ده صعب والكلام ده بياخد وقت يتفهم. فانا لما دخلت على فوري كانت فوري سكيل اب، يعني كانت فوري بقى لها يمكن سنتين شغاله، يعني اتعلمت شويه حاجات، اتعلمت يعني ايه، كنت بروح اقعد مع استاذه سالي في الاتش ار افهم شويه بتعمل ايه، اقعد مع مستر عبد المجيد في الفاينانس افهم بيعمل ايه، اقعد مع مصطفى النحاس اللي هو دلوقتي سي تي او بتاع فوري افهم السي تي او ده بيعمل ايه، تفهم الاستراكشر، تفهم الشركه بتشتغل ازاي. دي حاجه مهمه جدا، لان انت مهما عندك احلى فكره في الدنيا لو تنفيذك وحش حصل خير. يعني انا في بقعد مع شركات كتير جدا، لما بلاقي ان الشخص اللي انا قاعد معاه بيعرف ينفذ احسن لي كتير قوي من ان الشخص يبقى فكرته حلو. يا ما افكار حلوة راحت نسيناها، يعني ممكن اقعد اقول لكم البكرة افكار حلوة راحت انتهت، وافكار ما اتطورتش فانتهت، التنفيذ 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 التنفيذ. يعني الفكرة بتاعت مكسب بتاعت بلال، كل تجار مصر بيعملوا الفكرة دي، انك توصل الكشاك والبقالات بالاف ام سي جي، فكرة بسيطة جدا بس هما بينفذوها صح، تكنولوجي كويسة فربنا كرمهم. الفكرة بتاعت سويفل،
طب ما شركات السياحة في كل حتة بتعمل الموضوع ده، بس عشان مركب التكنولوجي على اوبريشنز محترمة، فسكيلينج اب الفكرة بتاعت توظف شركات التوظيف موجودة في كل حتة، بس هو عملها صح بتكنولوجي واكسكيوتد صح. فهي الفكرة في التنفيذ وليست في الفكر. فلما حد بيجي يقول لي انا عندي فكرة حلوة قوي، انا خايف اقولها لحد اللي هيسرقها. لا يا ابني، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها حد يسرق فكرة يا ابني، مفيش حاجة اسمها كده يعني، مفيش حاجة اسمها كده. كل فكرة انت فكرت فيها في حد فكر فيها، كل فكرة انت حاولت تعملها في حد حاول يعملها، بس انت بتنفذ ازاي وهو بينفذ ازاي، انت بتعرف تلم فلوس ازاي هو بيعرف يلم فلوس ازاي، دي كلها حاجات هتتقال في الكورس يعني. فانا يعني عشان افكر كاني ستودنت او كاني طالب، هقول لا انا احب اشتغل في كوربريت، اتعلم البيزكس بتاعت الشغل، وبعدين اشتغل في ستارت اب، اتعلم ازاي الستارت اب بتشتغل، وبعدين اعمل حاجتي يعني. ده رايي المتواضع. لكن انا اتخرج من الجامعه انا واتنين تلاته قاعدين على قهوه، اروح عامل مره واحده كده حاجتي، طب انا هفهم ايه؟ طب انا اعرف يعني ايه ليجل؟ طب انا ممكن اتحبس، طب انا ممكن اتخبط قضيه تموين توديني في داهيه لو انا بشتغل في الاكل، ممكن اتخبط قضيه وات ايفر يعني سرقه لو انا بعمل حاجه معينه. قصدي ليه؟ مفيش اي سبب لده. وبعدين لو انت عملت ده وفشلت، هتكره نفسك وهتكره عيلتك وهتكره البلد. انا قفلت 23 شركه، قفل الشركات متعب جدا، ولغايه النهارده كنت بكلم محاسب الصبح بقفل ضرايب شركه مقفوله في 2013. طب ليه اعمل كده؟ ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده؟ طبعا اتعلمت منه كتير، ما اقدرش يعني، الحمد لله على كل حاجه، بس اي دونت سجست، لان البنيه صعبه يعني، ممكن تنام منها ما تقومش. سوري انا لا يعني كلامي سوقي شويه بس اسف يعني، فممكن تنام منها ما تقومش. فليه تعمل كده؟ ليه تحط نفسك في موقف زي ده؟ مفيش اي سبب ان انت تعمل كده. الاول اتعلم يعني ايه كوربريت، وبعد كده اتعلم يعني ايه ستارت اب، وبعد كده ابتدي اشتغل. ولازم تبقى انت كريديبل يعني، انت هتروح لتلم فلوس من شركه، انت مين يا ابني عشان تاخد فلوس؟ هتاخد 2 3 مليون دولار ليه؟ ما بلال بتاع مكسب ده كان في كريم، ومصطفى قنديل اللي في سوبل ما هو كان في كريم، فعارف يعني ايه ستارت اب، وبلال كان شغال في الحديد، ومصطفى كان في روكت انترنت، عمرو فوزي بتاع جودز مارت اشتغل في الاي ار بي سيستمز 7 8 سنين يعني. قصدي كل الشركات اللي ربنا كرمها، وليد عبد الرحمن اهو لسه داخل، وليد عبد الرحمن اشتغل في بي ان جي سنين وكان ريجنال رول يعني. قصدي ان مهم جدا 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 ان انت تاخد اكسبيرينس، ومهم جدا جدا انك تبقى فاهم ده. انا ما شفتش حد اتخرج من الجامعه عمل شركه نجحت، انا ما شفتهاش، يمكن حد تاني شافها في مصر، انا ما شفتهاش. لكن شفت ناس خدت شويه اكسبيرينس، مش بقول لك اقعد 30 سنه اشتغل بقى والراجل بتاع كنتاكي وعنده عملها وعنده 50 سنه وجيب بيزوس 40 سنه، لا لا سيبك من الاساطير دي، مش لازم، كل واحد له ظروف غير التاني. بس اللي انا بس بقوله، خد اكسبيرينس الاول من كوربريت يستحسن، او من شركه كبيره، وبعدين اشتغل في ستارت اب او مع ستارت اب شويه، وبعدين اعمل فكرتك يعني. اشتغل 3 4 سنين، وبعدين 3 4 سنين، واعمل شركه بعد 8 سنين 10 سنين. بس انا قاعد انا وثلاثه على القهوه، ايه ده؟ تعالوا نبيع مجات اونلاين، فاروح اخد من امي 5000 جنيه ومن ابويا 5000 جنيه وصاحبي ياخد 10000 جنيه، والاقي ان انا في الاخر فشلت. ما ينفعش. انا بس هطلب من الناس، ممكن نبتدي نحط الاسئله، عشان انا كمان دقيقتين ثلاثه هبتدي اجاوب على اسئله، لان ده الهدف اصلا من الحلقات دي. فعايز الناس تبتدي تحط اسئله، عايز الناس تبتدي تقول اسئلتها، وعايز الناس تبتدي تسالني وانا جاوب. ولو في سؤال انا مش عارف اجاوبه، هسيبه لحد تاني يجاوب عليه. فياريت يا جماعه تبتدوا تحطوا اسئلتكم، انا عندي شويه اسئله مبعوتها لي، بس انا عايز اشوف اسئله لايف، عايز ابتدي اجاوب على اسئله لايف عشان يبقى الموضوع انتراكتيف. طيب محمود مجدي، طيب هل ينفع اطلب مساعدات من اهل الخبره في ان انفذ الستارت اب الخاص بي؟ طيب بص يا محمود، ينفع تطلب مساعدات؟ يعني احنا في كاش كاوز بنوفر مساعدات من عندنا لناس تانية،
بس لازم تطلب مساعدات وانت عندك حاجه، عملت ام في بي او عملت فكره، يعني نفذت جزء من الفكره يثبت ان الفكره دي اصلا بتشتغل. فاول ما انت تقدر تعمل دي ممكن تلم ناس تساعدك. والناس دلوقتي عندها فكره المنتورشيب، في ناس بتعمله بفلوس، في ناس بتعمله ببلاش، في ناس بتعمله عشان اكويتي. ممكن، ويا ريت تواصل مع كاش كاوز وحد هيتكلم معاك. بدات حالا ازاي؟ انا ما بداتش حالا، انا ليت كو فاوندر. يعني ايه ليت كو فاوندر؟ يعني الشركه كانت موجوده بس ما كانش فيها ابلكيشن، كانوا بيعملوها بالتليفون. فانا كنت رايح انا وبلال، اللي هو بلال اللي عامل مكسب، نقابل احمد محسن عشان يساعد في مكسب. وبعدين احمد محسن ده السي تي او بتاع حالا، كان بيدرسني وانا في الجامعه، خدني وداني المنير نخله اللي هو السي او بتاع حالا دلوقتي والكو فاوندر، قال لي احنا بنحاول نعمل كذا كذا كذا، شاف الكارت بتاعي بتاع كريم، قال لي انا عايزك معايا. فاتفقنا وبدات يعني، والحمد لله ربنا كرم وكله تمام. What is the best position to start in a corporate as a fresh graduate؟ والله حسب انت مدارس ايه يعني، في ده غير ده غير ده غير ده. فلو انت دارس يعني، حاول تخش حاجه تعرف تستفيد بمجالك. يعني لو انت مثلا كمبيوتر ساينس، خش سوفت وير ديفلوبر، ابدا في شركه سوفت وير ديفلوبر. لو انت بيزنس، خش حاجه مثلا في الفاينانس او حاجه كده كوربريت ديفلوبمنت. لو انت يعني حسب مجالك، اشتغل بحاجه شبه مجالك فتعرف تميل عليه، لان هو المجال ده عباره عن ايه اللي انت بتتعلمه؟ عباره عن اكسبيرينس، زيه زي سنين الاكسبيرينس بالظبط. فلازم تبني عليه عشان تعرف تكمل يعني. ثانية واحدة، مين تاني؟ أستاذ محمد، والله ده أسلوبي، أنا آسف جدا بس أنا بتعامل مع طبقات مختلفة، وآسف لو قلت كلام بطريقة سوقية بس دي طريقتي وبعتذر. طيب، how to raise funds. بص بقى يعني صفية الدين أي، how to raise funds دي حاجة سؤال كبير جدا وهيبقى له حلقة كاملة في حد تاني هيعملها، بس انا هقول لك بسرعة كده. دايما فكر ان انت مكان اللي بيحط فلوس ده. لو انت معاك 10 جنيه وانت جاي تطلب، او المكان الجاي يطلب من اللي قدامك ده 7 جنيه 8 جنيه الفلوس اللي انت طالبها، هتدفعها ولا لا؟ فكر دايما ان انت اللي بتدفع مكان اللي بيدفع، وشوف هتدفع ولا لا. دي بتبقى اول سؤال تسأله، وفي حد تاني هيجي يتكلم في الموضوع ده. انشاء شركه دلوقتي امان، استاذ وائل، انشاء الشركه في اي وقت امان. يعني الانفستمنت هو اكبر ديفنس لخساره الفلوس في رايي المتواضع، يعني الهجوم غير خير وسيله للدفاع. فانشاء شركه في اي وقت امان لو الفكره صح وفي تمويل كويس وفي فريق كويس. شايف السوق المصري وضعه الحالي ايه والمجالات الافضل في السوق المصري حاليا؟ والله السوق المصري ده سوق عظيم، يعني انا اشتغلت في كذا بلد في الريجن، السوق المصري سوق كبير جدا، سوق استهلاكي عالي جدا، سوق الى حد ما ستيبل، سوق بتكلم ايكونوميكلي وبينمو بشكل كويس. طبعا بعيدا عن الاحداث دلوقتي كل العالم متاثر يعني، فانا بشوف ان السوق المصري ممتاز ووضعه الحالي بعيدا عن الفتره دي ان شاء الله تعدي على خير ممتاز. وافضل المجالات اشتغل على حاجه فيها بتسيرف عدد ناس كبير، يعني ما تجيش تقول انا مثلا هبيع الماز محفور عليه ذهب، ده فيري نيش، ممكن في جوهرجيه معينين قوي عرفوا يعملوا يوصلوا لده بعد سنين، لكن اشتغل على الماس. احنا قوتنا ان احنا 100 مليون، لو عرفت تعمل برودكت لمليون وخدت من كل واحد جنيه هتعمل مليون جنيه، يعني فاهم قصدي؟ كل ما تشتغل على الماس كل ما يبقى احسن. ده راس مالنا، ممكن اخد تمويل لتحويل اب من بروتوتايب لفولي وركينج اب ازاي؟ في انكيوبيترز بقى، وفي اكسلريترز، في فلات 6 لابس ممتازين وجامدين جدا، في فلك ستارت ابس اللي تبع ايجيبت فنتشرز جامدين جدا، في يعني في كتير قوي يعني، في منت بتاع ايجي بانك، كل دول ممكن يفيدوك في الموضوع ده. انت ليك كام حلقه في الكورس ده؟ هي الحلقه دي بس، والباقي هيبقى ناس تانية، غير لو هم طلبوا مني اعمل حلقات تانية طبعا ما اقدرش اقول لهم لا يعني. وات از احمد ناجي، وات از ديفينيشن اوف ا كوربريت؟ سؤال بمعنى اصح، هل مثلا حاله تعتبر، ما هو اكيد اللي بتعملوه ممكن برضه يتعمل في حالا.
انا في رايي ان الكوربريت هي شركه كبرت قوي وبقت ستراكتشرد قوي ومش بتكبر بنفس النمو بتاع الستارت اب. نمو الستارت اب مختلف، ستارت اب يعني ممكن تعمل 10 اكس في سنه، ممكن تعمل 30 40% مانث اوفر مانث. الكوربريت صعب قوي تعمل ده، طبعا باستثناء امازون لانها شركه عجيبه من نوعها، عشان بس دي بالنسبه لي الاسطوره يعني. بس الكوربريت الطبيعي انها زي فودافون مثلا، ده بالنسبه لي الابسولوت كوربريت، اللي هي شركه بتكبر كل سنه 5 6% 7%، فيها 8 9000 موظف، صعب قوي تقفل، فيري ديفنسيف، ليها ستراكشر، ليها شكل معين، الناس كلها ليها ايجو الكوربريت ده، اللي هو انا شغال في كذا، فالكوربريت ليها شكل كده. فالستارت اب مختلفه يا عم ناجي، الستارت اب اسرع، الستارت اب ابسط، الستارت اب ممكن تقفل، بس نفس الوقت الستارت اب لو عندك فيها 1% بجنيه ممكن بكره يبقى ال 1% ده ب 100 جنيه، يعني دي الريسك يعني. ايه تقييم حضرتك لمجال الستارت اب في الصعيد مقارنه بالقاهره؟ بلاش حضرتك دي، انا عيل صغير يا مصطفى وربنا يخليك. والله احنا شغالين في الصعيد بقوه في حالا، وفي كذا شركه اعرفها شغاله في الصعيد كويس. انا ما اعرفش ستارت ابس في الصعيد كتير، ولكن انا لما بزور الصعيد بتعامل مع ستارت ابس معظمها في مجال الزراعه موجوده في الصعيد. الصعيد غني جدا وقوي جدا واندر سيرفد، وياخد 20 ستارت اب كمان في مجالات مختلفه. فاي ثينك انه لو عندك فكره وعندك اكسبيرينس كافي دوس يعني. اعمل ماركتنج ايجنسي وانا طالب في سنه تانية كليه؟ طبعا ده رايك بس، يعني القرار ليك، بس اي دونت ثينك اتس سمارت ايديا، لان الماركتنج ايجنسيز اصلا حاجه بتعاني دلوقتي، لان ما فيش ماركتنج بادجتس كتير، والاتجاه رايح على البارتنرشيبس اكتر والحاجات دي. ولكن وخد اكسبيرينس الاول واشتغل في شركه الاول وافهم الماركتنج الاول وبعدين افهم الناحيه الثانيه. فاي وود سجست نو، يعني مش سؤال يا اخي، والله انا بحبك، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك، ثانك يو. ايه رايك في اني ابدا ستارت اب بشراكه عند حد عنده خبره، ولا يستحسن اكون انا صاحب الخبره؟ لا، هي فكره الستارت اب تيم او الكو فاوندنج تيم او الفاوندنج تيم انه يبقى بيكمل بعض، يعني ما تبقوش كلكم محاسبين، ما تبقوش كلكم بياعين، ما تبقوش كلكم بتوع كودنج، لا، اختار اللي يكملك. خبرتك انت في ايه؟ في البيع، خد حد بتاع حسابات، وخد ودلوقتي ما بقاش في حاجه من غير تكنولوجي، خد حد بتاع تكنولوجي. لازم سي تي او، لازم انجينيرنج تيم، ولازم برودكت تيم اليومين دول، عشان الستارت اب دي تبقى خلاص كله بيتكلم بالتكنولوجيا، يعني ما بقاش في حد بيسمع اي حاجه ما فيهاش تكنولوجيا باستثناء حاجات بسيطه قوي. فالمهم ان انتوا يبقوا الاكسبيرينس بتاعكم مش اوفرلابنج، عشان ما تتخانقوش. ما هو انا بفهم فاينانس وانت بتفهم فاينانس وبيفهم فاينانس، طب يعني لو كله بيضرب مين اللي هيتضرب؟ فاهم قصدي؟ لازم نبقى فاهم، يبقى ده يبقى مفيش اوفرلاب ما بينكم عشان ما تتخانقوش. راس المال في البدايه، انا عايز اتاكد بس يا جماعه ان الصوت كويس، ممكن حد يكونفيرم، لان كذا حد كان كاتب ان الصوت مش كويس، فممكن حد يقول لي الصوت اخباره ايه، عشان لو الصوت مش كويس اغير السماعه. هل الجي بي اي بيفرق؟ احمد زايد، والله يا احمد انا ما عملتش بيه اي حاجه، زي ما قلت لك انا لما رحت اقدم في فودافون وبي ان جي ما اتقبلتش، فشكرا يا فندم، الصوت تمام، ربنا يخليك. فالجي بي اي ما فرقش معايا، لان انا اشتغلت في شركات كلها، يا ستارت ابس يا سكيل ابس، يا عملت شركات، فما فرقش معايا. ولكن لو انت هتاخد كوربريت باث واي او هتفضل ماشي في سكه الكوربريت، لا جي بي اي مهم طبعا. انا عن نفسي ما استفدتش بيه خالص. لو هبتدي حاجه اي كوميرس وانا اصلا شغال فيها بس بشكل مانيوال بقالي سنتين، هل هيبقى في مشكله؟ انا بدرس في اخر سنه واشتغلت في اماكن كتير منها كوربريتس وستارت ابس. لو هي شغاله لا اعملها، لان كريم بدات بالتليفون، ان الناس بتوع ماكنزي والكونسلتنس يطلبوا العربيات بالتليفون، وبعدين لما وصلت ل يعني بيسموه كريتيكال ماس، اللي هو تقدر ان انت تحوله لحاجه تانية، ابتدت تعمل الاب، وحالا برضو كذلك. فاي ثينك ان لا بروسيد يعني، ده فوطه طيفه الكلام ده، الفوطه طيفه. امير خليفه، كستارت اب هل في اماكن تقدر تغطي لي السجل الضريبي وان يبقى في تفويض منهم عشان اقدر اكمل شغل عشان بيفضل؟ بص يا امير، افضل ان انت تاسس واشتغل مظبوط من الاول، عشان انا عملت اللي انت بتقوله ده واتبهدلت بالشركه دي في الاخر، لان كل البورتفوليو او وات ايفر بيروح لها. فاي دونت سجست ده، امشي مظبوط وامشي صح
الموضوع مش غالي خالص. انت ممكن تأسس شركة مسؤولية محدودة ب 5000 جنيه، ممكن تأسس شركة مساهمة ب 10000 جنيه، بالمحامي بكله. فاي دونت ثينك يعني حتى لو الرقم ده كبير خده من البنك لو انت واثق في فكرتك يعني، بس ميك شور انك تعرف ترده عشان ما يحصل لكش حاجة. انزل ازاي اي تدريب كبزنس ديفلوبر وانا طالب؟ يا محمد في نديم بركات بيعمل بزنس ديفلوبمنت كورس كويس، انا بروح اعمل ورك شوبس كتير في ايفنتس، بس ما طبعا في الكورونا ده ما فيش اي حاجه. اظن احسن حاجه كبزنس ديفلوبر انك تشتغل، يعني احسن مدرس هو الاسفلت، انك تنزل تشتغل وتثبت نفسك واسمك يلمع في المكان اللي انت فيه. يعني انا بسمع مثلا عن اسامي ناس دلوقتي في شركات اللي هم بزنس ديفلوبرز شاطرين صغيرين، فدول ان انا انك تسمع اسمهم هي دي. لازم البيزنس ديفلوبر ده عامل زي الهداف كده، زي ما انت تعرف ان محمد صلاح ده لعيب كوره، ليه؟ عشان بيجيب اجوان. بيزنس ديفلوبر بيجيب اجوان، حلو بقى وحش، بتكرهه بتحبه، طول ما هو بيجيب اجوان يبقى شاطر، والمهم ما يفلسش الشركه. ايه نهال علي، اي كوميرس اوبورتيونيتيز ان ايجيبت اند فيوتشر اوف ذا فيلد؟ والله يا نهال ده سؤال كويس جدا، بس الاي كوميرس دلوقتي بالذات في اليومين دول احنا قاعدين فيهم في البيت هو كل حاجه، لان خلاص يعني ما بقاش في حاجه تانية غيره فور اوايل. فا اي وود سي الميكس بتاع الاي كوميرس مع انك انت تبقي بتصنعي الحاجه او بتجيبي الحاجه يؤون الفاليو تشين، ده اعظم حاجه في الدنيا، لان فكره الماركت بليس او انك تحطي حاجات كتير عندك زي سوق او جومي او كده فيها حرق كبير قوي. فلكن لو انت بتملكي البرودكت او انت اللي بتصنعيه بتساعدك تعملي مارجن كويس. فلو انت شوفي انت شاطره في ايه وعندك اكسس على منتجات ايه واشتغلي فيها هتبقى كويسه. بعتذر يا جماعه. لو في ستارت اب بادئ في مصر وناجح بس في القاهره ومحافظات معينه، وانا شايف ان لو في محافظتي اقدر اساعد فيه، شايف وشايف انه هينجح. انا مش فاهم السؤال يا احمد، بس اي ثينك انت او انا اظن انت بتسال لو في ستارت اب تقدر تاخده محافظتك، ممكن تشتغل انك تمسك يعني تبعت الستارت اب انت شايف ان هي مفيده او انت فاهمها، وتبعت تقول لهم عايز امسك المكتب بتاعكم في المحافظه دي، في محافظه بعينها. اظن في ناس كتير قوي بتعمل معانا كده، وكتير منهم بيجوا وكتير منهم بيبقوا كويسين جدا. ازاي هاير ناس للستارت اب بتاعتي؟ عندك وظف كويسه جدا، لينكدين الفتره اللي فاتت بقى قوي قوي، احسن ناس جبتهم كانوا هيد هانتد، احسن ناس جبتهم ان انا كنت بتابع شغلهم في اماكن وبروح اجيبهم او اتكلم معاهم اقول لهم انا عايزكم تجوينوا معايا، والناس بتجيب بعض يعني الشاطرين بيجيبوا بعض. يعني حالا في جزء كبير من كريم وفي جزء كبير من فودافون، فدايما بتلاقي الستارت ابس هايبريدز ما بين شركات مختلفه، بتلاقي فيها جايه من كوربريتس او جايه من ستارت ابس ثانيه. ممكن تتكلم الاي ليرنينج؟ انا ما بفهموش قوي بصراحه، يعني انا بالصدفه كتبت ستاتس فالستاتس عمل 2000 لايك، ف عبد الحميد قال لي يلا بينا، قلت له يلا بينا، فانا ما بفهمش فيه قوي عشان ما تفزلكش، بس نون اكاديمي ماشيين كويس قوي، وفي اليومين اللي احنا فيهم دول هيبان بقى عضلات كل واحد. في حاجه برضو اسمها ليرني خانة اظن كويسه قوي برضو، فالاي ليرنينج كبير والاي ليرنينج واسع وهيفضل يكبر وهيفضل يتوسع، ولكن مشكلته في المونيتايزيشن انه يعمل فلوس، لان الفريميوم فيه اللي هو البريميوم عشان تاخد بريميوم تدفع فلوس زي انغامي كده بيبقى مش مقبول قوي، فبيمونتايز بصعوبه، وفكره الادز مش منطقيه لانك مش هبقى بتفرج على مثلا مش هبقى بتفرج على كورس مره واحده الاقي اعلان غريبه شويه، والسبسكريبشن فيه غريب. يعني هو اظن يشتغل بي تو بي احسن، بس خلينا نشوف، في ناس اكيد اذكى مني هتعرف تعمل حاجات احسن. ازاي ممكن اخد خبره؟ محمود سلامة، ازاي ممكن اخد خبره كرائد اعمال بدون ما يكون عندي شركه؟ يعني المفهوم ده موجود اصلا ولا؟ بص يعني لو اشتغلت في ستارت اب هتاخد خبره رائد الاعمال، لانك هتبقى قريب قوي من رائد الاعمال او من رواد الاعمال اللي في الشركه، فهتعرف هما بيفكروا ازاي وهتعرف بيشتغلوا ازاي، وده اللي كلنا بنعمله. يعني انا اتعلمت من مدثر بتاع كريم ان انا بقى قتيل وافضل اجري ورا الحاجه، اتعلمت من محمد وكاشه واشرف صبري بتوع فوري ان انا يبقى عندي نفس طويل وابقى امين وابقى باش بعمل حاجه مظبوط، حتى لو اللي حواليا بيسبقوني انا هسبقهم، اللي هي الزحلفه ولا الارنب، القصه بتاعت الزحلفه ولا الارنب، الكونسيستنسي بتاعتي. اتعلمت من منير نخله ازاي ابص على الارقام واحافظ على الارقام وادخل الحاجه تكسب واركز في الارقام. الشغل مع الانتربرينورز هو اللي بيعلمك، فلازم تشتغل في ستارت اب عشان تشوف، لو اشتغلت في 100 كوربريت مش هتتعلم يعني ايه ستارت اب.
ده رأيي المتواضع يعني. Where can we find the complete course؟ على يا نورة هتلاقي على البيج هنا Rise Up هيقولوها، والـ upcoming live كان أظن سبت واثنين واربع على حد علمي، فأظن هيبقى السبت، معرفش هيبقى مين، تيم Rise Up اللي بيختار. بس الكريكلم عظيم ومفيد جدا. عبد الرحمن ماهر، لو كل واحد في ستارت اب ليه خبرة سنة ونص في القسم بتاعه، لو كل واحد في الستارت اب ليه خبرة كبيع وتسويق، انا مش فاهم بس الوردنج، بس اظن انت قصدك ينفع يبقى كل واحد اشتغل سنة ونص، اظن سنة ونص عشان يعمل ستارت اب، اظن ده قليل بس ما فيش مقياس، ممكن ابقى غلط. واظن فوكس دايما على ان، واقولها تاني، ان ما يبقاش في اوفرلاب ما بين الناس. ادخل ازاي تدريب ماركتنج وانا خريج زراعة اصلا؟ خالد مش مشكلة خالص، عادي جدا انك تاخد تتعلم ماركتنج، بس انا رأيي المتواضع اتعلم بيرفورمانس ماركتنج، لان الناس دلوقتي كلها بتبص على الارقام، وبيرفورمانس هو طبقا للاداء. وشركة من الشركات اللي بتعمله كويس قوي كال تارك، معتز اوض، فاي وود سي انك لو اشتغلت في شركة من دول هيبقى كويس قوي. نهال علي، ادفايس اون هاو تو ليرن اناليسز تو بي بيتر وذ نمبرز ايفن. بصي انا اتعلمت موضوع الارقام ده من حاجة دمها تقيل شوية. هي احنا كان عندنا شركة فيها مبلغ معين وتقفل، فكان قدامنا اظن 50 يوم بالفلوس اللي معانا في البنك ان احنا نعيش، فاضطريت ان انا افضل افعص في الارقام، ورحت استلفت على الشركة عشان تقدر تكمل. ففترة الاستلاف دي اتعلمت الارقام، لان كان لازم اقدم بيزنس بلان، وكان لازم اقدم ميزانيات، وكان لازم. فاحسن طريقه انك تتعلمي الارقام هي انك تشتغلي مع ناس with financial background، هم دول اللي بيشربوك المهنه. وفي كورسز كتير بقى، يعني في كورسز تعلم الليرنينج والاناليسز كويس قوي، وممكن تاخدي السكه للاخر، والشغل في البنوك طبعا بيعلم الارقام كويس قوي. قطاع النقل والدعم النفسي يا ملك محمد رجب، يعني قطاع النقل والدعم النفسي حاجتين ما بيركبوش مع بعض. قطاع النقل صعب جدا، والدعم النفسي صعب جدا اليومين دول، فربنا يستر علينا. طيب in the sharing economy، مهدي خالد، in the sharing economy startups should we start acquiring the supply الله or the demand؟ السؤال ده عظيم يا مهدي. في أفريقيا وفي البلاد اللي هي فيها بني آدمين كتير دي، ما تحاولش تحل مشكلة الديماند لأنها محلولة، دايما في اوفر ديماند في أي حاجة عليها طلب. كل اللي عليك تعمله إنك تحل مشكلة السبلاي. يعني حالا دخلت حلت مشكلة سبلاي في حتة معينة في الدليفري، وفي حتة معينة في التكاتك والحاجات دي، وفي حتة معينة في الموتوسيكلات. دايما في اوفر ديماند، أنت بس لازم تجوز الديماند للسبلاي في المناطق الصح، أو في البلاتفورمز الصح. فلو أنت عرفت تحل مشكلة السبلاي في حتة فيها أوريدي ديماند، وهو ده موست in most cases في البلاد اللي زينا، بيبقى الدنيا تمام. لكن في دبي مثلا لا، انت محتاج ديماند مثلا، فور اكزامبل في بلاد، في لندن مثلا ممكن تبقى محتاج ديماند، بس في مصر، في السودان، في اثيوبيا، في نيجيريا، once you fix the supply problem you have a business. احمد حمدي، لو شركه معتمده على الريموت وركينج ومش موجوده في السوق بشكل فعلي، هل الانترنت بمعنى اصح خط، هل اصح هل نسجلها؟ بص يا احمد، زي فكره الفريلانسنج، يعني تسجيل الشركه مفيد عشان تعرف تطلع فواتير. فلو انت محتاج تطلع فواتير ومحتاج تاخد ريفينيو فلوس، تمام يبقى سجلها. لكن لو انت بتعمل حاجه فريلانسنج، انا ما افهمش في القانون بتاع الفريلانسنج قوي، ولكن يعني دايما انا بعت تسجيل عشان تعرف تسكيل ومحدش يسالك على حاجه. لو عايز اتعاقد مع اكسبرتس لعمل مشروع معين لمده زمنيه اعمل ايه؟ ابعت لكاش كاوز، عندهم منتور نتورك كويس، وفي شركه اسمها دروبلين عندهم منتور نتورك كويسه. في شركات كتير دلوقتي ابتدت. لو سمحت سؤال محرجه اساله. طب فين السؤال ده؟ طيب تمام. مو حنفي، ده طويل قوي يا كبير السؤال ده. مالك، انا عندي سؤال خاص بازمه معينه في الخليج، انا شغال اوبريشنز دايركتور. ده سؤال طويل قوي، هبقى اقراه بقى بعد كده واجاوب لك عليه. منور يا ملك حبيبي. محمد عزت بوسطه من السكسس ستوريز الكبيره جدا وعظيمه، يعني فبوسطه بتحل مشكله كبيره جدا، وهي مشكله السورتنج والسبورتنج بتاع الاي كوميرس باكسكيوشن عظيم.
فمحمد من الناس الشاطرة جدا. Thank you يا محمد. محمود الكردي: I have a business idea and pitch deck and 5 years plan almost everything but I'm suffering to have funds. What do you recommend? ابعتولي. If I can help I will help. ولو الفكرة كويسة هبعتها للناس وقول يا رب. فين اقدر الاقي استشارات او منتورشيب؟ حسب انت عايز ايه. عايز كورسز فول ستوب؟ معرفش. بس انت لو بتعمل شركة عندك زي ما قلت قبل كده، عندك فلات 6 لابز، عندك فلك ستارت ابس، عندك منت، عندك رايز اب نفسهم بيساعدوا الستارت ابس، فالمنتورشيب موجود. ولكن يو هاف تو لازم تتابع الحاجه، يعني لازم تركز مع الناس وتبقى ابديت. عبد الرحمن السيد علي: Do you recommend shifting to those career data analysis specialists in business؟ طبعا الديتا اناليسس عظيمه ومهمه جدا الفتره الجايه، والبي اي عظيم. احنا واحد من اهم الناس في حالا هو مصطفى، هو هي ليدز البي اي والماركت بليس والديتا اناليسس. اتس اكستريملي امبورتنت، وهي لغه الزمن، يعني زي ما بيقولوا داتا از ذا نيو اويل. فطبعا اي سجست محمد ناصر: ايه الستارت ابس موجود دلوقتي وشايف ليها مستقبل حلو عشان الناس ممكن تنزل فيهم؟ طيب ده سؤال سياسي شويه بس هجاوبك. خليني اقولها راندم مش باي ترتيب معين. وظف لو انت عايز تشتغل في الـ في الـ في في حاجه زي بتوفر وظائف، يعني كارم سولر كويسه جدا في الانرجي، سولار رايز كويسه جدا في الانرجي، مكسب كويسه جدا لو انت عايز حاجه فيها سبلاي تشين واوبريشنز ومفرمه بين الاف ام جيز والحاجات، سويفل كويسه جدا، هتحيز لحالا. هقول الكالتشر بتاعتنا كويسه، الناس قلبها كويس في الشركه وناس طيبين يعني، فان شاء الله تبقى شركه كويسه. في ايه تاني يا باشا؟ فوري مش ستارت اب قوي بس اتعلم فيها كتير، كبرت شويه. روبوستا سوفت وير هاوس عظيم الشغل فيه. كوينز كويسه جدا جدا. لو عايز حاجات اصغر شويه عندك دراوزي بتاعت الفرنتشر، عندك هومز مارت ماركت بليس كويسه جدا. مش عايز انسى حد يعني، بس في ستارت ابس كتير قوي 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 كويسه وكلهم فيهم مجال العلم. ازاي اعرف ان بزنس ديفلوبر كويس ومين احسن ناس اشتغل معاهم؟ ماجد حامد: لو انت بزنس ديفلوبر كويس هتجيب فلوس للشركه وهتصرف فلوس قليله، لو انت بزنس ديفلوبر وحش مش هتجيب فلوس للشركه وهتصرف فلوس كتير. It's a very simple thing. انت شغلك انك تكبر الشركه باقل ريسورس، كل ما تبقى اشطر هتكبرها اكتر بريسورس اقل. ف it's a very simple thing. ريم: ايه رؤيتك لمجال الفاشن في الوقت الحالي والفتره القادمه؟ والله يا ريم انا ما افهمش في الفاشن قوي، بس احنا انا ساعدت 2 ستارت ابس قبل كده بتوع فاشن. واحده بنت بتبيع لبس مستعمل اونلاين، واي ثينك شي لونشت اوريدي، ما اعرفش ارقامها ايه، بس يعني واضح ان الدنيا اشتغلت معاها لانها طلعت برودكت حلو. والتاني كان ايجار لبس، وبرضو اظن ان هم مكملين. ف اظن ان الفاشن مجال كبير جدا، وفي فارفتش ماشين جامد قوي بره، في واحد صاحبي شغال فيها. فهو مجال كبير، ومجال هيبقى فيه حرب قويه الفتره الجايه بين المنافسين، عشان في حرق، هيبقى في حرق اسعار كبير، بالذات الوحوش زي جوميا بيحرقوا بيبيعوا باسعار قليله، فمنافستهم هتبقى صعبه، ولكن في سبيس كبير. عمر البي: ايه الستارت ابس الموجوده اللي اقدر اروح اقدم فيها اشتغل واتعلم؟ لسه قايل من شويه، تابع رايز اب بقى عشان تشوف، بس يعني حسب مجالك. بس انا قلت من شويه فارجع شويه في الفيديو هتلاقي. مين تاني؟ حسن احمد: نجاتي، ومش المفروض ده شغل موسم كويس جدا ليكم لان الناس كلها في البيت وكله بيطلب طلبات وهم قاعدين في البيت، وانت بتقول في ازمه في الشغل؟ لا، بقول في ازمه في الشغل عشان احنا بنتاثر بالسوق العالمي. انا عندي سعر سهل وعندي سوق عالمي، في الفاندنج مهم جدا، لكن كتشغيل في قطاعات عندنا زي اللي انت بتتكلم فيها دي بتنمو كويس، وفي قطاعات تانية كشت شويه، وفي قطاعات تانية زي بيع المنتجات بالقسط عليه طلب اعلى من الطبيعي. انا بتكلم على السوق العالمي وتاثيره على السوق المصري وعلى البورصات وكده، لان في الاول وفي الاخر كلنا بنمول من الشركات الاكبر بطريقه او باخرى، فلما الشركات دي بتتاثر كلنا بنتاثر يعني. محمد عبد العزيز: اماكن انزل فيها يا ملك كبزنس ديفلوبر؟ والله يا محمد ابعت لي السي في وشوف انت في محافظه ايه، وابعت لوظف وحطه على لينكدين واتكلم مع الناس.
هتلاقي الناس دي ده قطاع مطلوب جدا الفترة دي. طيب انا الوقت قرب يخلص مني، فهاخد اخر 3 اسئلة. طيب احمد ناصف، هو ليه الترند في الستارت ابس كله في قطاع الخدمات والتوصيل، مفيش ستارت ابس في مجال التصنيع؟ والله يعني بص يا احمد، مجال التصنيع مجال صعب ومجال كبر قوي، وفي اتزحم قوي من الستينات لغاية دلوقتي. مجال الستارت ابس او مجال الخدمات ما بقالوش كتير، وافضل واسهل ومش كابيتال انتنسيف، يعني ما فيهوش، مش محتاج تشتري ارض وتبني مصنع وكده، اسهل انك تخش. فدي الاسباب الرئيسيه، بلس ان احنا 100 مليون والخدمات في اندر سيرفنج في مناطق كتير جدا، فاتس فيري جود، يعني في بوتنشال كبير قوي فيها يعني، وفي ابيتايت، في المستثمرين اللي بره عايزين يضخوا فيها فلوس يعني. حسن محمود، بقالي شهرين شغال بيزنس ديفلوبمنت ولسه ما عملتش اول ديل، الموضوع محبط، مره واحده هتلاقيها جريت، ولما تعمل اول ديل ابعت قول لي عشان بحب الحاجات دي يعني. هدى شكري، what places can I apply in as a trainee to learn more about digital marketing؟ اظن احسن حته تبقى شركه ديجيتال ماركتنج عشان تشتغلي على كذا مجال وتفهميه كله اكروس. كل دلوقتي كيجامي كويسين قوي في الديجيتال ماركتنج، ريبل مارك كويسين، كالتارك زي ما كنت بقول كويسين، فاي ثينك ورك ويز ان ايجنسي اند ذن وبعد كده اتحركي لجوه شركه احسن يعني. طيب انا الوقت ابتدى يغلس، بس يعني خليني اخد سؤالين كمان. كان في حد سأل على شركه بتعمل قطع غيار سيارات، ومحمد قال له مو turbo-1.com، فياريت تبعته لبعض يعني. عايز اعمل حاجه تشغل عدد كبير من الناس، ترشح ايه؟ والله يعني الشيرنج ايكونومي احسن حاجه تشغل عدد كبير من الناس، لان انت مش بيبقوا على البيرول بتاعك، فبتقدر تسكيل، فتلاقي كريم فيها 60,000 سواق، فحالا فيها 60,000 سواق، اوبر فيها يمكن 90,000 سواق، تلاقي مثلا شركه زي تاسك تي فيها 7 8,000 عامل، يعني الشيرنج ايكونومي ارقام، في يعني في ارقام. فلو عايز، لو هدفك انك تشغل عدد ناس كبير، او ربنا يجعلك سبب في تشغيل عدد ناس كبير كتير، اي وود سجست انك تشتغل في حاجه في الشيرنج ايكونومي في منطقه اللي انت بتفهمها يعني. حازم الاهواني، if I have a new idea that could open a new field for حالا how to discuss it، ابعته لي. انا ايميلي سهل يعني، نجاتي@حالا.com، وانا واكتب بس نيو ايديا الاهواني، عشان بيجي لي ايميلات في الاوبريشنز كتير بتخلي الحاجه تنزل فادور عليه. هل ممكن فكره سوشيال نتورك تنجح في مصر؟ تقدر تنطلق خارجيا؟ يعني ده سؤال صعب جدا. سوشيال نتورك دي حاجه فيها حرق كتير قوي وخلاص ساتوريتد، وفيسبوك وانستا يعني فيسبوك سيطر عليها في العالم كله. فغير لو انت هتعمل حاجه نيش قوي في حته معينه، مثلا حاجه للستات بس، حاجه للناس الكبيره في السن، حاجه كده يعني. بس اي ثينك انه صعب قوي 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 يعني، بس جود لك يعني، بس اتمنى تشوف حاجه ثانيه. زلطان محموميفيتش، في مجال الرياضه هل ليها فرصه حاليا، وايه نصيحتك؟ مجال الرياضه كبير جدا، علي مظهر بيفت عامل شغل كويس قوي، علي اسماعيل بيدرب برضو عامل شغل كويس قوي، حسن جبر الكوتش النهارده لسه مريس فلوس، بحب الشخصيه دي جدا. يعني مجال الرياضه كبير واسع جدا، بس لو هتسألني رأيي في اليومين دول، لازم تبقى رياضة ايه رياضة يعني، حاجة تدريب في البيت بتاع، لو هتطلع اليومين دول يعني. بس عامة هو مجال كويس، وفي وبيشتغل على الصحة، ودي حاجة احنا كلنا او معظمنا بنفتقدها، فعظيم يعني. طيب اخر سؤال بقى، لو اشتغلت في ستارت اب الاول هل ده غلط؟ لان بشتغل حاليا في ستارت اب. لا، مفيش صح وغلط يعني، مفيش صح وغلط، بس حاول تتعلم كل حاجه منها، وممكن تطلع منها على كوربريت او العكس يعني، ما فيش صح وغلط، المهم انك تستفيد كويس. طيب انا كده خلصت، فشكرا جدا يا جماعه، وثانك يو على وقتكم. انا عارف ان في اسئله كتير، بس انا يعني الوقت مش مساعدني. هيبقى في حلقات تانية، وهيبقى في كريكلم قوي جدا، هيبقى في بقيه الانتربرينورشيب 101،
بشكر رايز اب وعبد الحميد شراره وعلي وحبيبه وشريف والتيم على السبورت والمجهود اللي حاطينه. فريق رايز اب كله شغال على البرودكت ده دلوقتي عشان يطلعوا بحاجه كويسه ويعملوا حاجه قويه ومنهج كويس. بشكر كاش كاوز على الدعم ليا وعلى وعثمان بدران واحد من كاش كاوز هيبقى موجود معاكم، وطارق فهيم كمان هيبقى موجود هيتكلم على الفاندنج، وعثمان طبعا هيتكلم على البراندنج. ونتمنى نكون كنا مفيدين، ونتمنى ان الظروف بتاعت الكورونا دي تعدي على خير والبلد تفوق تاني كده وان شاء الله خير. شكرا يا جماعة.